هو مركز جديد لتلقي اتصالات زبائن وكالة عدل. هنا يستقبل الأعوان المكالمات عبر خط أخضر دخل حيز الخدمة مع بداية رمضان. جميع انشغالات قاطني سكنات عدل يمكن طرحها دون التنقل إلى المقر المركزي، على أن تحول إلى المصالح المعنية لضمان التدخل في أقرب وقت. الناس القاطنين يعني اللي عندهم مشاكل في الجست إيمو يعني ممكن الاتصال، يعني عطب في الأسانسور ولا عطب في يعني أي مكتتب ولا أي قاطن في السكنة عدل ممكن يستعمل هذا الرقم. فترة العمل راح تكون يعني في وقت رمضان من الساعة 9 حتى الساعة 4 مساء. الرقم الأخضر لم يخصص فقط لقاطني سكنة عدل، بل حتى المكتتبين الذين ينتظرون تسديد أشطر مالية جديدة أو استخراج شهادات التخصيص. قمنا بوضع الخط الأخضر يعني 30-40 هذا تحت تصرف كل مكتتبين سكنات عدل. كل الانشغالات المكتتبين راح تأخذ بعين الاعتبار، وانا كنت قلت لأنه حتى ولو كان باش لازم نأخذ الإشكالية ونحل المشكلة راح نعاود نتصل بالسوسكريبتور ونوصل له المعلومة اللي يحتاج. الرقم الأخضر للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره هو إجراء يضمن التدخل للتكفل بجميع الانشغالات التي يطرحها مكتتبو وقاطنو سكنات عدل. فالهدف وفق مسؤولي عدل هو تخفيف الإجراءات البيروقراطية والحد من التنقل لمقر الوكالة.